بسم الله الرحمن الرحيم، نتابع القطوع المخروطية الدرس الثالث. راح نكتب في الدرس هذا راح نكتب أو نستنتج معادلة القطع المكافئ، الصورة القياسية لمعادلة قطع مكافئ بمعلومية بعض خواصه. الآن راح يعطيني خواص ويطلب مني كتابة الصورة القياسية للمعادلة. مثال: اكتب معادلة القطع المكافئ الذي يحقق خصائص المعطاة. هنا عيطيني البؤرة والرأس، عيطيني البؤرة والرأس ويطلب مني كتابة المعادلة. الآن حتى اكتب المعادلة، المعادلة فيها H وفيها K وفيها C مجاهيل، لكن الآن عندي الرأس، الرأس هو HK، واحد H والناقص 4 هي ال K، يبقى عندي C مطلوبة. حتى اكتب كمان واتجاه المعادلة افقية ولا رأسية. الان حتى احدد يفضل انا انه بسهولة يمكن تحديد اتجاه القطع بتحديد او برسم هالنقطتين في مستوي ديكارتي. بكفي ارسم النقطتين 3 4 هي البؤرة، 3 4 3 ناقص 4 هي 3 ناقص 4 هذه هي البؤرة، والرأس 1 ناقص 4 1 ناقص 4 1 ناقص 4 هذا هو الرأس. الآن هذه المسافة من هنا لهنا بين البؤرة والرأس هي السي، هذه طبعا هذا المحور وهذه السي، لاحظوا المسافة هي هي السي، وهي 3 ناقص 1 3 ناقص 1 يعني 2، إذا سي تساوي 2. الآن عرفت المجاهيل 3 H والكي والسي، بقي أعرف اتجاهه. طيب أنا بعرف أنه البؤرة داخل القطع دائما، يعني القطع يكون باتجاه البؤرة. إذا لو رسمت القطع رح يكون هذا شكله، إذا أفقي لليمين. إذا الصورة القياسية لمعادلة القطع المطلوب كتابته هي هذه. إذا الصورة القياسية للقطع المطلوب هو من الشكل y ناقص k تربيع تساوي 4 c ب x ناقص h. ليه؟ لأنه أفقي وباتجاه اليمين. ال H عندي إياها وال K عندي إياها وال C عندي إياها. طبعا C باتجاه اليمين يعني C موجب. إذا بعوض في المعادلة بالصورة القياسية فأكتب Y ناقص ناقص 4 سي زائد 4 على التربيع تساوي 4 ضرب 2 8 X ناقص H. هذه هي المعادلة المطلوبة. كان بإمكاني أحل الطريقة الثانية بالاعتماد على خصائص القطع المكافئ كما هو حلها في الكتاب، في كتاب الطالب. أرجو من الطلاب مراجعة الحل في كتاب الطالب ويختار هو الطريقة اللي بتناسبه وتريحه. طيب المثال رقم 2 اعطيني اياه، اعطيني الرأس واعطيني الدليل ويطلب مني كتابة المعادلة. كمان بنفس الطريقة ممكن شوفوا، اذا حددت الرأس وحددت الدليل راح يشوف عندي الرأس ناقص 2 4 هذه ناقص 2 4 هذا هو الرأس V، وعندي طبعا V ناقص 2 4 وعندي الدليل y تساوي الواحد، برسمه y تساوي الواحد هذا الدليل. الآن المسافة بين الرأس والدليل هذه المسافة هي 3، طيب أنا اللي بعرفه الآن بانه الدليل خلف القطع، لذلك انا اذا بدي ارسم القطع هذا لازم يكون للاعلى. اذا عرفت الصوره القياسيه للمعادله، هذا قطع
مكافئ رأسي للأعلى. راح نكتب الصورة القياسية، هذه هي الصورة القياسية للقطع المكافئ الرأسي للأعلى. x ناقص h تربيع تساوي 4c بواي ناقص k. hk معروفين، h ناقص 2 والk 4، والسي عرفتها 3 موجب. ليه؟ لأنه للأعلى. إذا بعوض فيها بتصير عندي x زائد 2 تربيع تساوي 4 ضرب 3 12 واي ناقص 4 واي ناقص كي. هذه هي المعادلة المطلوبة. أيضا كان بإمكاني أحلها بالاعتماد على صفات القطع. الآن مثال رقم سي، أعطيني بؤرة والمنحني مفتوح إلى اليسار ويمر بالنقطة 2 5. أصبح مفتوح لليسار، هذا يعني أفقي لليسار. إذا عرفت شكل المعادلة الصورة القياسية واي ناقص كي تربيع تساوي 4 سي بي اكس ناقص، إذا عرفتها، والسي سالبة لأنه لليسار. طيب الآن راح نحلها بالاعتماد على خصائص أو خواص القطع. راح أكتب أول شيء البؤرة، أعطيني إياها، أعطيني إحداثيتها 2 1، وأنا بعرف إن البؤرة هي h زائد c فاصلة k في القطع الأفقي. هذه هي إحداثيات البؤرة h زائد c فاصلة k، طالما أعطيني إياها 2 1، إذا k عرفتها 1، شايفينها؟ و h زائد c هي 2. طيب واعطيني ال v، ولا ال v بعرف الاحداثيات ما بعرفها، راح اشوف h k، لكن ال k بعرفها، وال h طبعا ال v هي 2 ناقص c. طيب والنقطة 2 5 تقع على المنحني القطع، معناتها هذه الاحداثيات بتحقق لي احداثيات القطع. طيب تعالوا نعوض في الصورة القياسية للقطع الناقص الأفقي المتجه لليسار. إذا هذه النقطة بتحقق لها المعادلة، راح أبدل الواي بخمسة والكي بواحد و الاكس باثنين، والمساواة بتضل صحيحة، والاتش بي 2 ناقص سي. يلا اذا 5 ناقص 1 تربيع تساوي 4 سي بي 2 اللي هي اكس، هذه احداثيات النقطة التي تحقق المعادلة، ناقص اتش اللي هي 2 ناقص سي. بفك الاقواس بصلحها، طبعا هذه 5 ناقص 1 4 بربع 16، وهذه 2 ناقص 2 بتروح وبقى سي 4 سي تربيع، اذا راح يطلع معي سي زائد ناقص 2، طبعا باخذ 2 الموجب او سالب، لليسار سالب باخذها لانه لليسار. اذا خلصنا، حصلنا على الاتش صارت معروفة والرأس نعرف، اذا الرأس هو 4 1، هذه الاتش هذه الكي، والسي عرفتها، اذا بعوض في المعادلة تطلع معاي واي ناقص 1 تربيع تساوي 4 ضرب ناقص 2 ناقص 8 اكس ناقص 4. هذه هي المعادلة المطلوبة. تحقق من فهمك، اكتب معادلة القطع المكافئ الذي يحقق الخواص التالية، اعطيني بؤرة ورأس. طيب الآن راح نحلها بالطريقة اللي حلوا لنا إياها بالكتاب، بنفس الطريقة، ما راح أعتمد على الشكل الهندسي. إذا البؤرة هي ناقص 6 2، وأنا بعرف إحداثيات البؤرة هي h فاصلة k زائد c. طيب شوفوا لي ليش اختار رأسي هنا، مين بيقول لي؟ طبعا راح تقولوا لي انه الاكس ثابته،
صح؟ إذا الرأسي حلو كتير، طالما ال H ال X ثابتة فالرأسي، لما يكون ال Y ثابت فراح يكون أفقي. إذا هنا ال X ثابتة وال Y تتغير، إذا هذا رأسي. طيب إذا طالما رأسي بكتب إحداثيات البؤرة ناقص 6 2 هي اتش فاصلة كي زائد سي، عرفت ال اتش عرفتها ناقص 6 والكي زائد سي هي 2. طيب الرأس اعطيني اياه هون ناقص 6 ناقص 1، معناتها الكي هي ناقص 1. طيب هذا يعني أن H تساوي ناقص 6 والكي تساوي ناقص 1 وعندي C تساوي K زائد C تساوي ناقص 2، عفوا تساوي 2، بعوض الكي بناقص 1 وبنقلها للطرف الثاني بتصير 2 زائد 1 يعني 3. إذا عرفتهم كلهم. إذا المعادلة هي اتش ناقص اتش تربيع تساوي 4 سي بي واي ناقص كي. إذا هذه هي المعادلة القطع المطلوب، وهذه هي بيان قطع أو رسم البياني للقطع. هنا أيضا عطيني الرأس والدليل، راح حلها بالحل هندسي يمكن يكون أسهل عليكم إذا تدربتوا عليها بشكل أسهل. رسمت الدليل X تساوي 12 وراح أرسم الرأس. الرأس هو 9 ناقص 2، هذا هو الرأس 9 ناقص 2 وهذا الدليل. الآن المسافة هاي طبعا هي السي واتجاهه لليسار أكيد لأنه الدليل راح يكون خلفه. إذا عرفت الصورة القياسية، أولا أفقي لليسار، إذا بكتبه ال H هي 9 وال K هي ناقص 2 وال C هي المسافة هذه، C تساوي 3، لكن باعتبار لليسار راح أخذه سالب، إذا وسالب أيضا. إذا بكتب المعادلة، إذا من الشكل استنتجت أنه الصورة القياسية للمعادلة القطع هي هذه. بعوض الكي ناقص 2 تصير واي زائد 2 تربيع تساوي 4 ضرب ناقص 3 ناقص 12 اكس ناقص 9، هذه هي المعادلة وهو المطلوب. الواجب رقم 3 حل التمارين في دفتر الواجب وأرسله للمدرسة للتصحيح. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.